ما هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد؟ باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ياسر عبد الستار. إليك ياسر. شكرا لك محمد، شكرا لك هبة، وأهلا بحضرتكم إلى هذه الطائفة من الأنباء الاقتصادية. جهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية لتوفير مصادر تمويل موارد غاز شرق المتوسط وتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا. وفي ضوء تلك الجهود، أكد وزير البترول طارق الملا أن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة بأوروبا. وأكد الملا أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود أخرى مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا، يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، مشددا على أن العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة. تختتم اليوم فعالية معرض تراثنا للحرف اليدوية المقام برعاية الرئيس السيسي. المعرض أقيم في دورته الرابعة بمشاركة 1116 عارضا من مصر ودول أخرى. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستمر فعاليات معرض تراثنا في دورته الرابعة، وذلك بمشاركة 1116 عارضا من مصر، إلى جانب عارضين من 5 دول عربية وأكثر من 30 قطاعا يشاركون بمنتجات متميزة. كمان ده يعني بروجكت جديد أنا لسه ستارت اب نازلة مع مبادرة رواد النيل. هدفي في المشروع إني أقدم منتجات صديقة للبيئة من النول اليدوي عن طريق إنه أعيد إحياء التراث عندنا في أخمين في سواج يعني. فبقدم جزئين، جزء فاشون صديق للبيئة وجزء هوم فاشون صديق للبيئة، بفابريكس كلها طبيعية ويعني وبيور 100% يعني. بعمل فن تشكيلي، برسم لوحات بالفحم والزيت وألوان الإكريليك، وجددت بس السنة دي عملت جذوع شجر اللي هي دي برسم عليها، ورسمت على كبات برضو، ودخلت في مجال الاكسسوارات وعملت فن اركيت يدوي. منتجات خشبيه يعني حاجه لازم تبقى اعمال كلها حفر، يعني في حفر وفي اركيت، يعني في ساعات انا بعملها الشكل بتاعها وجمالها، في يعني اشكال يمكن ما جاتش معايا مش موجوده دلوقتي اتاخدت. احنا 4 عارضين، كالمي هي منتجات اطفال بس هي بتركز على التصميم المريح للطفل وللأم، وعندنا بنانا أرت هي فكرة إن هي بتنتج منتجات من ألياف الموز. مؤسسة حياة كريمة تشارك في المعرض هذا العام بجناح كامل، وذلك لعرض منتجات أصحاب مشروعات قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، والتي تتمثل في المنتجات التراثية والحرفية كمنتجات الكروشيه والمشغولات اليدوية وغيرها من المنتجات، بهدف دعم التمكين الاقتصادي وإحياء الفنون التراثية. ابتدينا مشروعنا من 2014، كنا بادينه ان احنا بنوفر فرصة عمل كويسة لبنات القايات في محافظة المنيا عشان يقدروا يكون ليهم فرصة عمل من البيت، لان طبعا في معروفة في المحافظات ما بيبقاش فيه فرصة عمل للبنات كويسة بره. انا بشتغل في السجادة اللي هو الحرير، ريادو الحرير، يعني طبعا عندي بعمل الحرير وبعمل المدر وبعمل الصوف على الحرير وبعمل الكزاك والشروان، السجاد الحديد والحرير عموما يعني. فانا بنفذه طبعا، ومعايا عمال برضو في المصنع عندي، طبعا كلهم شباب وفي اطفال بيشتغلوا معايا، فبنشتغل وبننتج وبطلعنا الحمد لله منتجات الحركة شايفها دي كده. تأتي إقامة معرض تراثنا في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تطوير هذا القطاع نظرا لدوره الحيوي في دفع وتنمية عجلة الإنتاج، إلى جانب المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.
أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46%. وأضاف المجلس أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 410 ملايين دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي مقابل 193 مليون دولار بزيادة بلغت 112%. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية لتصل إلى 1670 دولار للأوقية. محليا سجل عيار 18958 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1118 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 1278، أما الجنيه الذهب وصل إلى 8944 جنيها. في أسواق البترول العالمية تراجع أسعار النفط مع تفاقم مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط خاصة في الصين، وانخفضت العجول الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1% لتبلغ 91.63 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.9% إلى 85.61 دولار، كما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.5% لتصل إلى 3.99 للتر طبعا بالدولار. كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.27% لتسجل 6.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي لتتخلى عن جميع مكاسب الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار. افتتحت أسعار الذرة وفول الصويا إثر انخفاض أسعار القمح متأثرة بضعف الطلب وانخفاض أسواق الطاقة والأسهم. كانت أسعار القمح قد ارتفعت بعد أن قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن موسكو قد ترفض تجديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. انتهت الأخبار الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء محمد عبد وهبة حسين. أشكرك ياسر.